يعني أن ديال القناطري بالصعود لقسم الصفوة تنتمنى ليه التوفيق والمزيد من وكان كنهني الجمهور القنيطري حلال بوش وجماهير القنيطرية بالصعود إن شاء الله والمزيد من التألق باش إن شاء الله يطلعوا للقسم الوطني الأول. صراحة الشعور ديالي أنا كنت مسرور لحقاش يعني كل لاعب من القدماء ولا ك يعني غيور على مدينة القنيطرة بصراحة فريق النادي القنيطرة ما يستحقش يكون في الهوات. فريق النادي القنيطري ديال القسم الوطني الاول ان شاء الله. الفتره الذهبيه ما تتعاودش، هذاك كان فريق في المستوى، كان فريق متكامل، كان وراءه الجمهور، كان جمهور في المستوى. بالنسبه للفريق النادي القنيطري يعني الجمهور عنده كيحفز اللاعبين التشجيعات ديالو، بالنسبه للاعب الا ما كانش الجمهور ما حيت اللي كيدير اللاعب هو الجمهور، لما كانش الجمهور ما كاين اللاعب ما كاينش. قال الجمهور تيلعب واحد الدور كبير بالنسبه للفرق الوطنيه ولا بالنسبه للنادي القنيطري اللي كنا تنلعبوا حنا. اللي جان خاصهم تشجيع وخاصهم مصالحه، خاصهم باقي خاصهم الخدمه، لان انا بعيد عليهم شويه دابا النادي القنيطري. بالنسبه للمؤطر خصو يكون في المستوى وخصو يجتهد ويخدم، لان كره القدم بالنسبه راه اخلاق، راه تربيه، راه ماشي سهله باش التكوين، راه ماشي سهل التكوين، راه مهم بزاف في البطوله الوطنيه كامله، راه ماشي مدينه القنيطره اللي يعني في الفئات العمريه حنا ما كنعطيوش الاهميه بالنسبه الفئات العمريه، هما اللي ضروري، هذاك هو المستقبل ديال 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 البطوله الوطنيه. انا كان من هذا المنبر انا كنحييهم والنادي والجمهور دائما وراء النادي القنيطري في السراء والضراء، ديما كاين مع النادي. نتمنى لهم التوفيق ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.